هو الإعلام الأمريكي مع أزرع الإعلام الإخواني الإرهابي مع الإعلام الصهيوني، هم ليه كل دول مع بعض ضد مصر؟ دول كلهم بيشتغلوا حملة قذرة ضد الدولة المصرية. في علامات استفهام؟ في إجابات؟ هل هناك أزمة بيننا وبين إسرائيل؟ هل في مشكلة؟ إيه الحكاية؟ هقول لحضراتكم بعض التفاصيل، تحليل الموقف. يعني حضراتكم عارفين إنه من 7 أكتوبر بنتكلم الكلام اللي بنقوله النهاردة، ما غيرتوش على المستوى الشخصي، ما غيرتوش، ان كل اللي بيحصل ده هدفه الوحيد مصر. قلته 7 اكتوبر و8 و10 و20 ونوفمبر وديسمبر ويناير لحد دلوقتي، وافضل اقوله، الهدف مصر، مش حماس ولا غزة ولا لا لا ابعد من كده. يبقى دي البداية، ولكن لازم يبقى في موضوع عشان مصر تدخل في الحكاية. هيبدأ إلقاء اتهامات على مصر إن مصر أفشلت المفاوضات. لا، مصر شريك رئيسي من أجل السلام، مصر حركتها كلها من أجل السلام، مصر عملها كله من أجل إنجاح هذه المفاوضات. لم تكن مصر في أي وقت سبب على الإطلاق لإفشال أي مفاوضات، بالعكس كانت مفاوضات تفشل ومصر هي اللي ترجعها للمسار الأفضل والمسار الدقيق. الأمريكان ضغطوا علينا، أيوه بقول لك على الهوا، واعرف الحكاية.